الركن الرابع من أركان الإيمان الإيمان بالأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. Igice cya kane mu bice bigize ukwemera ni uko twakwemera intumwa z'Imana. نؤمن بأنهم عبيد لا يعبدون ورسل لا يكذبون عليهم الصلاة والسلام. Tukemera yuko ari abagaragu batajya basengwa kandi tukemera yuko ari intumwa zitigeze zibeshya. وأن الله أرسلهم kandi Allah ari we wabohereje. وأوحى إليهم akaba yabaha ubwo butumwa bo ibitabo. أيدهم بالآيات akabaha akabatera inkunga akoresheje ibimenyetso. نؤمن بأنهم أدوا الأمانة التي ائتمنهم الله سبحانه وتعالى. Tukemera yuko Allah basohoje ubutumwa bari bazanye kuri iyi si. ونصح الأمة أكمل نصح كان من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. Tukemera yuko bagiriye inama nziza iyi umma yacu kandi batigeze bateshuka ku nzira. بلغوا البلاغ المبين لم يكتموا شيئا. Batanze ubutumwa bwose uko bwanganaga nta na kimwe bigeze bahisha. بذلوا غاية الجهد وجاهدوا جميع أنواع الجهاد. Hanyuma bahanganye jihadi zose intambara zose zishoboka kugira ngo ubutumwa butugere. نؤمن بجميع الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. Tukemera intumwa zose n'abahanuzi. وبمعلم الله سبحانه وتعالى من أسمائهم. Tukemera n'ibyo Allah subhanahu wa ta'ala yatwigishije kuri mu mazina yabo. وصفاتهم ndetse nibibaranga والآيات التي أيدهم الله سبحانه وتعالى بها nibimenyetso Allah سبحانه وتعالى yabahaye ngo batuzanire والأخبار التي جاءت عنهم ndetse n'inkuru zabajeho zibavugaho أول أنبياء آدم عليهم الصلاة والسلام umuhanuzi wa mbere ni آدم وأول الرسل نوح عليهم الصلاة والسلام n'intumwa ya mbere ni نوح الله خاتم الأنبياء والرسل نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. وصوصي رزق إنهم غنبها نوزين إنهم إيمان محمد. كل من ادعى النبوة أو الرسالة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم والله كاذب وكافر كفرا أكبر. هنيما أول ويس وكوي تريرا وبتم غتيان غو هنوزين يوم يروب فرقوا رسول صلى الله عليه وسلم ويونغو ينومو هكاني دتس أفمودين. ومن يصدق هذا فهو كافر مثل من صلى الله عليه وسلم والله أعلم. هنيما نواكو يمري بجو يونغو ويتري وهنوزين وكمغيمري بجنفوغا ناوي نومو هكاني أبا يفهمو دين.